أمثال القرآن. مثل غيبة المسلم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تصور الآية الكريمة حال المغتاب الذي ينال من أعراض الآخرين ويذكرهم بما يسوءهم، فتعرض لذلك مشهدا في غاية الشناعة وشدة البشاعة، حيث جعلت الآية الكريمة من يغتاب أخاه المسلم كالذي يأكل لحمه، فشبهت الآية تمزيق عرض المسلم باللسان بتمزيق لحمه بالأسنان. ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت، ولما كان من وقعت عليه الغيبة عاجزا عن دفع ما يقال عنه لكونه غائبا فقد كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وتقييد الأكل المكروه بأكل لحم الإنسان، وتقييد الإنسان بالأخ وجعل لحم الأخ ميتا، فيه مزيد تنفير للطبع، فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية السليمة، فضلا عن كونه محرما شرعا. وفي هذا المثل تنفير من الغيبة وتصويرها في مشهد فظيع ومنظر مريع. فالغيبة من الكبائر والقبائح التي تؤدي إلى تمزيق شمل الأخوة وإيقاد نار الكراهية في الصدور. أمثال القرآن.